طيب، قلنا يا أحبة بسبب الهمز ينقسم إلى ثلاث أقسام. المد الأول الواجب المتصل، سمي واجبا لأن جميع القراء اتفقوا على مده، تمام، وسمي متصلا لأن الهمزة والمد أتيا في كلمة واحدة. طيب يا أحبة، الآن يا أحبة، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، لا بأس أستاذ مراد، يعني يمكنك أن تستمر معنا، ويمكنك يعني أن تضغط على اسمي وتضع يعني تضعني مسؤولا على الغرفة بميك هوست، تمام يا أحبة. طيب، الواجب المتصل قلنا جميع القراء اتفقوا على مده لأن الهمزة والمد أتيا في كلمة واحدة، يعني الهمزة والمد أتيا في كلمة واحدة. طيب، الآن كمثال السماء أو كلمة ماء. هنا يا أحبة، السماء عندنا حرف مد وأتى بعده همزة. طيب، الواجب المتصل هو أن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمة، تمام يا أحبة. مرة أخرى، الواجب المتصل سمي واجبا لأن جميع القراء اتفقوا على مده، وسمي اللهم صل على محمد، سمي متصلا لأنه الهمزة أتت بعد المد في كلمة واحدة. مثال السماء ماء. طيب، كم يمد؟ يمد مقدار 4 أو 5 حركات. بدنا نركز يا أحبة على 4 أو 5 حركات. ما معنى 4 أو 5 حركات؟ يا إما 4 يا إما 5، يعني تختلف على 4 ل5، تختلف هكذا. هذه معناها إما 4 وإما 5، هذه معناها أن يجوز أن نمدها 4.5، يعني بين 4 و5، تمام؟ يعني 4 أو 5 حركات. الآن المد الثاني الجائز المنفصل، سمي جائزا لأن القراء اختلفوا في مده، تمام يا أحبة؟ طيب، ما تعريفه؟ هو أن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمتين. طيب، لو أردنا أن نضرب مثالا نقول إنا أعطيناك، أو إنا أنزلناه، تمام يا أحبة؟ طيب، عندنا الآن كلمة هاؤم وهؤلاء، تمام يا أحبة؟ الآن كلمة هاؤم وهؤلاء، قليلا فقط، كلمة هاؤم وكلمة هؤلاء، هاؤم يا أحبة تعتبر كلمة واحدة، هاؤم، تمام؟ هؤلاء تعتبر كلمتين، هؤلاء، تمام؟ هؤلاء. الآن هنا عندنا مد وهنا عندنا مد، من يعرف ما نوع المدين في كلمة هؤلاء؟ من يعرف يرفع يده.
عم الغالي، السلام عليكم. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هؤلاء ما نوع المدود في هؤلاء؟ أن المد الأول هو مد منفصل، لأنه تمام. والمد الثاني المد واجب متصل. واجب متصل، تمام، جزاك الله كل خير. يعني عم الغالي من يعني الطلاب المميزين في هذه الدورة، ما شاء الله. إن شاء الله بوجود الله سبحانه وتعالى وبوجودك شيخنا الفاضل، جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. طيب الآن يا أحبة، المد الثالث هو مد الصلة الكبرى. قلنا الصلة الصغرى هو أن يأتي أو أن تأتي الهاء بين متحركين، تمام، بين متحركين، وألا يأتي بعدها همزة. هنا أن يأتي بعد هاء الضمير همزة، تمام يا أحبة. يعني كمثال، إذا أردنا أن نقول ولا يعذب عذابه أحد، هنا عندنا الهاء أتى بعدها همزة، تمام، يسمى مد صلة كبرى. طيب كم حركة؟ احفظ يا أحبة، بسبب الهمز 4 أو 5 حركات، كل المد بسبب الهمز 4 أو 5 حركات، يعني منفصل 4 أو 5، والصلة الكبرى 4 أو 5، تمام يا أحبة، 4 أو 5 حركات. طيب الآن انتهينا من المد بسبب الهمز، تمام يا أحبة. طيب الآن بسبب السكون يا أحبة ينقسم إلى ثلاث أقسام. أولا المد العارض للسكون، يعني إن أردنا أن نكتب هنا بسبب السكون ينقسم إلى ثلاث أقسام. واحد، المد العارض للسكون. طيب هذا المد يا أحبة هو أن يأتي بعد حرف المد سكون عارض. ما معنى سكون عارض يا أحبة؟ ما معنى سكون عارض؟ من يعرف ما معنى سكون عارض؟ طيب علاء أبو جمال، السلام عليكم. علاء أبو جمال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما معنى سكون عارض؟ وسكون مش أساسي في الكلمة، يكون إجا للكلمة بسبب الوقوع والوقف عليها، يعني بسبب الوقوع، يعني ليس أصليا بس إجا للكلمة بسبب أنه وقفنا عندها، يعني نحن اعترضنا الوصل ووقفنا هنا، يسمى سكون عارض، تمام. إحنا ولدنا السكون، تمام. يعني إحنا وجدنا السكون، مو ما كانش أصل في الكلمة، كان مكان حرف متحرك، عشان وقفنا عند الكلمة هذه آخر حرف بنحوله لساكن. تمام. طيب الآن ما تفصيله هذا المد؟ هذا المد يا أحبة نجده في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، تمام. يعني لكي نحفظه، الحرف القبل الأخير حرف مد، إما ياء أو واو أو ألف،
تمام عند الوقف، عند الوقف. طيب الآن يا أحبة، إذا أردنا أن نصله هل عندنا مد؟ مرة أخرى، إذا أردنا أن نصل المد العرض السكون هل يوجد عندنا مد؟ طيب مراد، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم حيكون عندنا مد، بس مد طبيعي مش مد. مد طبيعي، ممتاز. يتولد عندنا مد طبيعي عند الوصل. طيب عند الوقف مد عرض للسكون. مد عرض للسكون. طيب كم يمد المد عرض للسكون؟ 2 أو 4 أو 6. تمام. طيب إيش يعني 2 أو 4 أو 6؟ يعني إذا ابتدأنا بحركتين نستمر كل سورة حركتين، بدأنا بأربعة نستمر كل سورة أربعة، بدأنا بستة نستمر كل سورة ستة. تمام يا أحبة؟ يعني كمثال نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طيب إذا بدأنا بحركتين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذا بدأنا بستة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. نستمر كل الصوص. تمام يا أحبة؟ هذا المد العرض السكون. 2، المد يسمى مد اللين. مد اللين. علاء أبو جمال، السلام عليكم، وكأنك تريد أن تسأل. طيب دسها بالنسبة للاثنين أو أربعة ستة، ترجع للقارئ نفسه ولا في قاعدة للموضوع كم حركة يمد المد لعرض السكون؟ يعني هذا يرجع للقارئ على يعني كثرة قراءته للقرآن مع كثرة. بس شرط إنه إذا بدأ في القراءة الواحدة بحركتين يكمل حركتين في الجلسة. بالضبط. يعني إذا يعني على سبب الصوت، يعني الصوت، يعني أنا بدأت بزمن يعني هكذا أستمر كل السورة هكذا، ممكن يحفظ هذا الزمن يعني مع كثرة القراءة. كثرة القراءة بصير متعود الواحد. بالضبط. تمام. ماشي، شكرا، جزاكم الله كل خير. طيب الآن يا أحبة، مد اللين. طيب لو أردنا أن نسأل يعني ما هما حرفان اللين؟ حرفان اللين ما هما؟ حرفان اللين يا أحبة هما الياء والواو المفتوح ما قبلهما، هذا حرفان اللين. حرفاء اللين هما الواو والياء المفتوح ما قبلهما. طيب عندنا يا أحبة مثلا كلمة بيت، نوم، تمام، وهكذا قريش. طيب كم يمد هذا المد يا أحبة؟ يمد 2 أو 4 أو 6 عند الوقف، عند الوقف. طيب إذا أردنا أن نصله، يلا لكي نرى يعني من ينتبه معنا، إذا أردنا أن نصل مد اللين هل يترتب عليه مد؟ عم الغالي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال مرة أخرى، إذا أردنا أن نصل مد اللين هل يترتب عندنا مد؟ حركتين يمد. هل يمد أم لا؟ إجابة نهائية. ما يمد، ما يمد، ما يمد. يمد أم لا؟ يعني هي الثالثة. احنا متعودين نمد حركتين، ان شاء الله اطلع صح ان شاء الله. يعني تمد ام لا؟ يمد حركتين. يمد حركتين. طيب يعني اخطأت في هذه. طيب قلنا يا احبة مد العرض السكون، تمام، اصله حرف مد، يعني الحسنات هنا، الحسنات عندنا نون مفتوحة وراءها
ألف يعني تحققت شروط المد، ألف ما قبلها مفتوح. لكن هنا قريش يا أحبة، قريش الآن عندنا راء مفتوحة ويا ساكنة، هل تحقق عندنا المد؟ لم تتحقق شروط المد. هذا يسمى حرف لين، وحرف اللين عند الوصل لا يترتب عليه مد. نقول لإيلاف قريش، قريش، لكن إذا أردنا أن نقول الحمد لله رب العالمين، عالمين، هذا هو المد الطبيعي. تمام؟ تمام عم الغالي؟ نعم نعم تمام نعم، جزاكم الله كل خير. واضح واضح واضح، هاي معلومة استفادنا من تمام تمام، جزاكم بعد ما تمسك، جزاكم الله كل خير. طيب طيب، الآن يا أحبة المد الثالث هو مد المد اللازم، المد اللازم. هنا اتفق جميع القراء على لزوم مده، على لزوم مده. طيب المد اللازم يا أحبة ركزوا معي، ركزوا معي، المد اللازم ينقسم إلى قسمين: مد لازم حرفي أو مد لازم نبدأ كلمي، ومد لازم حرفي. وكل واحد فيهما ينقسم إلى قسمين: مثقل أو مخفف. هنا مثقل أو مخفف، يعني عندنا إذا قلنا مد لازم يجب أن نقول إما لازم كلمي أو لازم حرفي، وإما مخفف أو مثقل. تمام يا أحبة؟ أستاذ مراد السلام عليكم. وعليكم السلام. بس نعم. أنا كنت حابب أسأل يعني شو اتفق جميع القراء، يعني هل هم قراءة عاصم أم القراء جميع القراء، يعني القراءات العشر في المد اللازم لازم تمده في القراءات العشر كلهم؟ نعم. هنا في المد المنفصل، المد المنفصل بعض القراءات يقصرون المنفصل، وهناك يعني طريق من حفص يقصرون المنفصل. تمام؟ يقولون مثلا إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه، وكذلك مد الصلة الكبرى. القراء تمام. بعض القراء يقصرونه. تمام؟ هنا المد اللازم تمام. كل القراء يمدونه ست حركات، ما في نقاش فيه. تمام؟ طيب جزاك الله كل خير. الآن اللازم، لازم كلمي أو لازم حرفي؟ طيب نبدأ باللازم الكلمي. اللازم الكلمي، اللازم الكلمي يا أحبة هو أن يأتي بعد حرف المد سكون لازم، يعني سكون أصلي. ها سكون أصلي. تمام يا أحبة؟ سكون أصلي. قلنا يا أحبة ابقوا معنا قليلا. طيب يا أحبة قليلا فقط. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نرجع مرة أخرى، المد لازم كلمي هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة. طيب قلنا منه مخفف ومنه مثقل. الآن المثقل أو المخفف، اللازم الكلمي المخفف، كلمة واحدة في القرآن الكريم وهي الآن. الآن تمام يا أحبة؟ الآن عندنا هنا حرف المد، وعندنا هنا اللام ساكنة، اللام ساكنة. نقول هنا الآن ست حركات. تمام يا أحبة؟ هذا المخفف. طيب المثقل،
هو أن يأتي بعد حرف المد شدة، هو أن يأتي بعد حرف المد شدة، كمثال الحاقة، الصاخة، الضالين. أنا أحب هنا الضاء عندنا اللام مشددة، هنا الحاق القاف مشددة، الصاخ الخاء مشددة. انتهينا من الكلمة. تمام يا أحبة؟ اللازم الكلمة هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة. ينقسم إلى قسمين، مخفف ومثقل. مخفف كلمة واحدة في القرآن، هو أن يأتي بعد يعني حرف المد سكون الآن ست حركات. المثقل هو أن يأتي بعد حرف المد شد، كالحاقة، الصاخة، الضالين، ست حركات. تمام يا أحبة؟ طيب اللازم الحرفي، عندنا قلنا لازم حرفي هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف كما يحب، وهو موجود في حروف فواتح السور غير حي الظهر. مجموعة في قولنا نقص عسلكم، نقص عسلكم يعني نون قاف صاد عين سين لام كاف ميم. تم يحب نقص عسلكم. الآن ركز معي، لازم حرف مثقل ولازم حرف مخفف. عندنا ألف لام ميم، ألف لام ميم تكتب ألف لام ميم. تمام يا أحبة؟ ركز معي جيدا، ألف لام ميم تكتب ألف لام ميم. ألف ما فيها مد، الألف لا تمد. طيب لام ست حركات، ميم ست حركات. طيب كيف نعرف إذا كان مخففا أم مثقلا؟ ننظر إلى الحرف الأخير، عندنا ميم، والحرف الأول من الكلمة من الحرف الذي بعده عندنا ميم. الميم مع الميم ما الحكم هنا؟ الحكم إدغام، تمام، شفوي. ميم مع ميم إدغام متماثلين. إذا وجد إدغام نقول عن الحرف الأول كلمي مثقل. مرة أخرى يا أحبة، لام ميم آخر حرف ميم وأول حرف ميم، الحكم عندنا ميم مع ميم إدغام شفوي. نقول لام مد، هذه لام لام مد لازم حرفي مثقل. طيب ميم يا أحبة مد لازم حرفي، هل بعده إدغام بعد الميم؟ هل هناك إدغام؟ لا يوجد شيء، يبقى مخفف. مثال ثاني، كاف ها يا عين صاد. تمام يا أحبة؟ كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد. الآن كاف عندنا حرف الفاء، هل يوجد إدغام؟ لا يوجد إدغام، يبقى كاف حرفي لازم حرفي مخفف. تمام. طيب ها ويا ماذا يسمى؟ مد ألفات، بالأمس أخذناها مد ألفات حركتين، مد لازم حرفي مخفف ست حركات. تمام. طيب ها يا عين صاد، عين عندنا نون وعندنا صاد، قلنا يا أحبة إذا وجد إدغام يسمى مثقل. طيب إذا وجد عندنا إخفاء ولا تكون إلا في كلمة عين، عين تمد أربعة أو ست حركات فقط، هذه حالة شاذة، أربعة أو ست حركات. تمام يا أحبة؟ لعدم وجود إيش؟ لعدم وجود الإدغام. طيب صاد هل يوجد إدغام؟ لا يوجد إدغام، حرفي لازم حرفي مخفف. مثال آخر،
لو قلنا يا أحبة ألف لام ميم راء، ألف لام ميم راء، نقول الألف لا تمد. طيب لام ميم، عند لام ميم مع ميم ما الحكم؟ إضغام. يعني نقول لام مد لازم حرفي مثقل. طيب ميم هل بعدها شيء؟ إظهار. ميم مع راء إظهار، يعني مد لازم حرفي مخفف. طيب راء مد ألفات حي طهور اللي هو حركتين. تمام يا حبة؟ من عنده سؤال؟ من عنده سؤال يا حبة؟ واضح الأمر؟ واضح الأمر يا حبة؟ طيب نسأل. أستاذ إسلام السلام عليكم. إسلام أبو أنس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. يلا ألف. ألف لا تمد. لا تمد. طيب لام. لام بعديها ميم، فبالتالي اسمها مد لازم حرفي مثقل. مثقل ممتاز. طيب ميم. ميم بعدها صاد أي إظهار. يعني. لا لازم حرفي مخفف. مخفف ممتاز. طيب صاد. صاد هنمد الألف هنا ست حركات، لازم حرفي مخفف أيضا. مخفف. تمام ما في بعدها شيء. تمام. نعم. الأمور بسيطة يا أحبة. جزاك الله كل خير. طيب نرجع لكتابنا. نرجع لكتابنا. مد بسبب السكون، مد عارض، ومد لازم ومد لين. تمام يا أحبة؟ قلنا مد لازم ينقسم إلى قسمين، وذكرنا يعني كل شيء في المد. الآن يا أحبة يعني نختم قبل مد الفرق. عندنا بقي ثلاث أمور. ثلاث أمور يا أحبة. نفتح على ملف الوورد. ثلاث أمور يا أحبة. أول أمر ينقسم أو تنقسم حروف، يعني لنرى من يستطيع أن يحل هذا السؤال، حروف فواتح السور إلى خمسة أقسام من حيث المد وعدمه. واحد، يلا من يستطيع أن يحل هذا السؤال؟ تنقسم حروف فواتح السور إلى خمسة أقسام من حيث المد أو عدمه. على أبو جمال السلام عليكم. عليكم السلام. طيب حروف فواتح السور تنقسم إلى خمس أقسام. أول قسم لا يمد. لا يمد. لا حرف إيش؟ أي حرف إيش في حرف؟ حرف الهمزة. حرف الهمزة. قل ألف. ألف. الألف لا يمد. لا زي الألف. تمام. طيب لا يمد حرف الهمزة. طيب. حلفات حي طهور. يعني يمد كم؟ حركتين. يمد حركتان. اللي هو حي طهور. حي طهور. طيب ثلاثة. لازم الحرف المخفف. يعني لا مد لازم. مد لازم. يمد كم؟ ست حركات. ست حركات. اللي هو شوي بس حركات. ثواني ثواني. يمد حركات ست حركات اللي هو نقص عسلكم، أليس كذلك؟ تمام. طيب أربعة. المثقل. المثقل ست حركات أيضا نقص عسلكم. المخفف هو جاي وراء سكون والمثقل جاي وراء شد. نعم يعني أقول في أقسامه كم يمد؟ كم يمد المثقل؟ أقول يعني هذه حروف فتح السور خمس أقسام من حيث يعني كيفية المد فيها. قلنا لا يمد. طيب لا يمد ويمد حركات ويمد ست حركات. بقي قسمان وحركتين وفي الست حركات. طيب
هي اللازم الحرفي. ممتاز، اللازم الحرفي هو الكلمة اللي هو ناقص عطى لكم. طيب وفي يكون ممكن عرض السكون او شيء زي هيك نقول عن فواتح الصور. نحن فواتح الصور فواتح الصور اصابوها باللون الاحمر. يا احبه، من يعرف الاجابه؟ بارك الله فيك استاذ علاء. طيب من يعرف تكمله الاجابه؟ من يعرف تكمله الاجابه؟ بقي عندنا نوعان من حروف فواتح الصور. قبل قليل تحدثنا عن حرف العين. طيب اخي سواندي. نعم. نعم اكمل. انا اجرب يا شيخ. طيب جرب. يمد حركتان. حركتان قلنا عنها، ها هي. طيب فيه حرف عين شيخ؟ حرف العين. عفوا، اربع خلاص. حرف العين يمد اربعه او سته. نعم. طيب بقي الخامسه. نعم. طيب لكي نرى يعني الخامسه انا لا ادري شيخ. طيب بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. لا يحلها الا مؤمن. مؤمن حلاوه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ والله تمام نحمد الله. الحمد لله. القسم الخامس. ويمد حركتين او ست حركات، وهو حركتان حركتان او سته. وهو حرف الميم. حرف الميم من الفاتحه الى آل عمران عند وصل من ماذا؟ من سوره الفاتحه الى آل عمران. ركز ركز ركز. طيب الاجابه صحيحه، يمد اثنان او سته، وهي الف لام ميم بدايه آل عمران. هي بداية آل عمران. ليست الفاتحة. هي فاتحة آل عمران وليس الفاتحة مع آل عمران. بها بالصورة. طيب كيف نمد اثنان أو ستة؟ كيف نمد اثنان أو ستة؟ أقولها يعني؟ احكيها. ألف لام طيب هذا يعني عند الوقف. ألف لام ميم نقول هذه عند الوصل يا أحبة، يمد اثنان أو ستة. ألف لام ميم الله عند الوصل تمد اثنان أو ستة، يعني ممكن أن نقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تمام؟ أو ممكن أن نقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تمام؟ اثنان أو ستة عند الوصل تصبح ألف لام ميم. جزاك الله كل خير أستاذ مون حلاوة، بارك الله فيك. طيب علاء ابو جمال، السلام عليكم. وعليكم السلام. اذا سوف النقطه الاخيره تحت الف لام ميم من ال عمران. طيب ما في الف لام ميم في البقره، ايش الفرق بين التنتين؟ هنا في صور ثانيه، يعني ايش اللي ادى ال عمران ميزه في الحكم هان؟ هنا يعني اللهم صل محمد، نقول في الميم تتحول الى ميم مفتوحه عند الوصل. تمام، تصبح ألف لام ميم الله. هنا ها هي الرابعة، وكما يعني تعلم يعني نحن تلقينا العلم. تمام، ولا يعني ممكن أن نفهم الحكمة في ذلك وممكن أن لا نفهم. يعني كمثال كمثال كمثال، عندما سئلت عائشة رضي الله عنها قالوا لها ما بال الصائم أو ما بال الحائض تقضي
الصيام ولا تقضي الصلاة. ليش الحائض في رمضان تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ماذا أجابت؟ أستاذ علاء. أيوة. ماذا أجابت؟ أجابت كان ذلك يصيبنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. ممكن يعني يا أحبة أن نفهم الحكمة من مثلا من قراءة حفص لكذا، هو هكذا قرأه ونحن نريد أن نقرأ على قراءته، فهمنا الحكمة كان بها، لم نفهم الحكمة سمعنا وأعطانا. بالضبط، يعني حاجة نقلية نأخذها كما هي نقلية. تمام، فيش قاعدة نعممها على كل الصور التالية؟ لا لا لا، ما في قاعدة، هذه نقلية. يعني نقول مثلا قرأ حفص، طيب في أمثلة في الصلة الصغرى استثناء حفص، كانت عنده استثناءات. طيب ليش استثناء حفص؟ هي استثناء عند حفص بس أنا هو حر. أنا كنت يعني استغربت وأنا بتابع معك إنه ليش علي عمران لحالة في صور تانية نفس البداية. هو هكذا تلقى، هكذا تلقى وهكذا علم. ماشي الحال، شكرا جزيلا، جزاك الله كل خير. جزاك الله خير. طيب الآن الشيء الأخير يا أحبة، أو القبل الأخير، قلنا بقي نقطتان. الشيء القبل الأخير بقي عندنا يا أحبة مد، يسمى مد الفرق. مد الفرق عندنا يا أحبة، عندنا يا أحبة لو قلت لك مثلا الله نور السماوات والأرض، هنا أخبرك عن شيء يسمى هذا خبر في اللغة. طيب لو قلت لك مثلا كمثال الله خلق السماوات والأرض، أصبح هنا سؤال، أصبح هنا سؤال. طيب يعني الخبر الله نور السماوات والأرض، لكن السؤال الله نور السماوات والأرض. تمام، هنا مد الفرق للتفريق بين الخبر والسؤال، الخبر والاستفهام، والاستفهام. طيب موجود في يعني أكثر من كلمة في القرآن الكريم، منها كلمة الله والذكرين، الآن. تمام، الذكرين والآن والله، هذه أحب يعني المد فقط يعني للعلم. يعني لما أسألك الله ما نوع المد فيها، لا تقول لي مد فرق، ستقول لي مد لازم كلمة مثقل. الآن ما نوع المد الذي فيها، ما تقول لي مد فرق، قل لي مد لازم كلمة مخفف. أذكرني إيش نوع المد اللي فيها، تقول مد لازم كلمة مثقل. لكن مد الفرق هنا مد للعلم فقط، تمام يا أحبة، لكي يفرق بين الاستفهام والخبر. آخر شيء هو مراتب المد. مراتب المد يا أحبة يعني إذا اجتمع مدان في نفس الكلمة، مراتب المد إذا اجتمع مدان في نفس الكلمة ماذا نفعل؟ نقدم الأقوى. طيب هل يوجد أقوى في المدود؟ نعم، عليك أن تحفظ بيت الشعر أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. أنا أحبه أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. يعني أقوى المدود المد اللازم، يأتي بعده المد المتصل، يأتي بعده المد العارض السكون، يأتي بعده المد المنفصل، ويأتي أخيرا المد البدل، وهو يعني نيابة عن المد الطبيعي. فما أحبه. طيب طيب في ماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا إذا اجتمع مدان في نفس الكلمة، يعني والله عنده حسن المآب، كلمة المآب، كلمة المآب ما نوع المد في كلمة المآب يا أحبة؟ من يعرف يرفع يده. كلمة المآب ما نوع المد؟ إسلام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما نوع المد في كلمة المآب؟ اجتمع مدين هنا يا شيخ. ما هما؟ أول حاجة المآب مد البدل، البدل؟ المد البدل هو أن يأتي قبل
حرف المد همزة هنا الماء تمام. وهنا وقفنا هنا يعني اعترضنا الوصل ووقفنا وعملنا سكون هنا مد عرض السكون. طيب من أقوى مد البدل أم مد العرض السكون؟ طبعا مد العرض السكون أقوى. المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل، يعني من أقوى العارض، يعني نقول هذا مد عارض السكون. تمام يا حبة؟ طيب الآن كلمة آمينة، آمينة ولا آمين البيت الحرام، آمينة تمام. هذه ليست آمين، آمين. عندنا شدة، اجتمع نوعان للمد، ما هما؟ من يعرف يرفع يده. غير إسلام. طيب عم الغالي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما نوع المد؟ المد يعني المد الثاني هو الأقوى، لأن بعد حرف مشدد مد لازم كلمي مثقل. مد لازم كلمي مثقل. ما هو المد الأول؟ المد مد بدل. المد البدل قبل يعني اجتمع مد بدل واجتمع مد لازم. طيب أقوى المدود لازم، لازم أقوى شيء لازم. يعني نقدم المد اللازم، نمدها مقدار ست حركات. تمام يا حبة؟ هذا يعني بالنسبة إذا اجتمع مدان في نفس الكلمة. تمام يا حبة؟ طيب هكذا انتهينا من المدود. مراجعة سريعة، يعني سأراجع لوحدي لكي يعني انتهينا، يعني انتهى معنا الوقت، سنراجع سريعا. انتبهوا معي جيدا، ركزوا معي، سأقرأ من أول المدود، ركز معي جيدا. قلنا يا أحبة، خمس دقائق وأنهي إن شاء الله، خمس دقائق وأنتهي. طيب المدود نوعان، مد طبيعي، مد أصلي، ومد فرعي. المد الطبيعي هو الذي لا يتوقف على سبب أسباب المد، يعني ليس له سبب تمام، ويمد مقدار حركتين. وهناك مدود ملحقة بالمد الأصلي، يعني تمد مقدار حركتين، كمد ألوفات تمام، حي طهر، وفوت في حروف فتح الصور، يعني كحاميم يا ط ها را تمام. هنا حروف فتح الصور تمد مقدار حركتين. طيب المد الثاني مد العوض، هو أن نعوض بدل تنوين الفتح ألفا عند الوقف. سميعا بصيرا تسمع، سميعا بصيرا تصبح سميعا بصيرا. طيب مد التمكين هو أن يأتي ياءان متتاليتان، الأولى مشددة مكسورة والثانية ساكنة، الأولى مشددة مكسورة والثانية ساكنة. طيب ماذا نفعل؟ نمكن الياء الأولى، أو نمكن الياء كعليين النبيين الحواريين تمام. هناك مد ملحق بمد التمكين، ما هو الملحق بمد التمكين؟ هو أن يأتي ياءان أو واوان، الأولى حرف مد والثانية متحركة، الذي يوسوس آمنوا وعملوا. المد الرابع مد الصلة الصغرى، هو أن يأتي يعني أن تأتي هاء الكناية بين متحركين وليس بعدها ألف أو ليس بعدها همزة تمام، كقولنا بلى إن ربه كان به بصيرا. ما شرطه؟ أن يأتي بين متحركين، الهاء تأتي بين متحركين. طيب استثنى حفص من الصلة أربع مواضع، وإن تشكروا يرضه لكم ويخلد فيه مهانة، قالوا أرجه أخاه فألقي إليهم. الآن هذه أربع مواضع، في منها تحققت الشروط لكن حفص لم يقرأ بالصلة، وفي منها لم تتحقق الشروط لكن حفص قرأها بالصلة. وإن تشكروا يرضه لكم تحققت لكن حفص لم يقرأ، ويخلد فيه مهانة لم تتحقق لكن حفص قرأها بالصلة، قالوا أرجه أخاه تحققت لكن حفص لم يقرأ، فألقه إليهم تحققت لكن حفص لم يقرأ. مد البدل هو أن يأتي قبل حرف المد همزة، كآمنوا، آمن، آدم، إيتوني، هنا عند البدء بها نقول إيتوني، أو كإيذن لي، عند البدء بها نقول إيذن، لكن عند الوصل نقول إيتوني. هنا انتهينا من المد الأصلي.
المد الفرعي يا أحبة هو الذي يتوقف على سبب من أسباب المد، يعني له سبب كهمز أو سكون، وهو يمد أكثر من حركتين. طيب الآن بسبب الهمز يمد مقدار أربع أو خمس حركات. أولاً الواجب المتصل هو أن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمة كسماء وسوء، سماء ماء وسوء، تمام يا أحبة؟ وسمي واجباً ل يعني اتفاق القراء على مده، وسمي متصل أنه يأتي في كلمة واحدة. المنفصل جائز لأن القراء اختلفوا في مده، فالمنفصل لأنه في كلمتين، هو أن يأتي بعد حرف المد همزة في كلمتين، إن أعطيناك إن أنزلناه، يمد مقدار 4 أو 5 حركات. قلنا هاء وهؤلاء، هاء متصل، هؤلاء الأولى منفصل، هنا منفصل وهنا متصل، تمام يا أحبة؟ المد الصلة الكبرى هو أن يأتي بعد هاء الضمير همزة، وقلنا أن يأتي يعني أن تأتي الهاء بين متحركين ك ولا يعذب عذابه أحد، مقدار 4 أو 5 حركات. الآن بسبب السكون عندنا 3 مد عارض للسكون، أن يأتي بعد حرف المد سكون عارض كالعالمين، سورة الفاتحة، المؤمنون، الحسنات، تمام؟ قلنا يمد مقدار 2 أو 4 أو 6. الآن 2 أو 4 أو 6، 2 أو 4 أو 6 حركات، تمام؟ قلنا عند الوصل مد عرض السكون يتحول إلى مد طبيعي، عند الوصل يتحول إلى مد طبيعي. مد اللين هو أن يأتي حرف اللين، تمام، عند الوقف بيت نوم قريش، لكن عند الوصل لا يوجد مد، مهمة جدا هذه يا أحبة، يمد مقدار 2 أو 4 6. المد اللازم قسم قسمين، لازم كلمي ولازم حرفي، لازم الكلمي مثقل ومخفف، لازم حرفي مثقل ومخفف. اللازم الكلمي هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة المخفف منه الآن، أجل سكون بعد حرف المد. المثقل هو أن يأتي بعد حرف المد شدة، الحاقة، الصاخة، الضالين. اللازم الحرفي هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في حرف كحروف نقصة عسلكم، حروف فاتح الصور. طيب الآن ألف لام ميم كمثال، ألف لام ميم إذا وجد عندنا إضغام قلنا ألف لا تمد، لام مثقل يوجد إضغام، ميم لا يوجد بعدها شيء إذن مخفف، كاف هاء عين صاد، كاف لا يوجد بعدها شيء مخفف. طيب ها يا حروف فتح ينطهر، عين قلنا هذه حالة شاذة لوجود الإخفاء، نقول تمد 4 أو 6، تمام العين. صاد لازم حرفي مخفف 6 حركات، تمام. ألف لام ميم راء، ألف لام ميم راء، ألف لا تمد، لام ميم يوجد إضغام يبقى كلمة مخفف، ميم لا يوجد إضغام لازم مخفف، أو لازم كلمة حرفي مخفف، هنا لازم حرفي مثقل، هنا راء مد ألفات، ألف لام ميم صاد، ألف لا تمد، لام وجود إضغام يبقى لازم حرفي مثقل، ميم لا يوجد إضغام لازم حرفي مخفف، صاد لا يوجد إضغام لازم حرفي مخفف. فنقسم حروف فتح الصور 5 أقسام، قسم لا يمد كالهمزة أو كالألف يا أحبة، كالألف الألف، تمام. ويمد حركتان حي الطهر، يمد 6 حركات نقص عسلكم، يمد 4 أو 6 كحرف العين، تمام، عين صاد 4 أو 6، ويمد 2 أو 6 ألف لام ميم الله عند الوصل، مهم جدا عند الوصل. طيب مراتب أو مد الفرق للتفريق بين الخبر والاستفهام، 3 كلمات في القرآن، الله، الذكرين، الآن، قلنا هذا المد يعني للعلم فقط للتفريق بين الخبر والاستفهام. مراتب المد أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، قلنا يا أحبة إذا اجتمع مدان في نفس الكلمة نقدم المد الأقوى، المآب مد بدل، ومد عرض السكون نقدم مد عرض، آمين مد بدل، ومد لازم كلمي مثقل نقدم المد اللازم على المد البدل، تمام يا أحبة. هكذا انتهينا من الدرس، من عنده سؤال يرفع يده قبل أن نختم، من عنده سؤال يرفع يده قبل أن نختم. طيب
طيب جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القلب يتبعون أحسنه، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.